أغلب المؤمنين لما يخلص الصلاة ملتزم بتسبيح الزهراء عليها السلام مهم تسبيح الزهراء لكن سجدة الشكر أيضا مهمة ربما كثير من الناس ما يسويها خلاص هو يجيب تسبيح الزهراء ويروح ينصرف ما يسويها لأنه ما يدري سجدة الشكر شنو فيها أجر عظيم عند الله عز وجل خلي أقرأ لكم هالرواية أستبعد بعد واحد يسمع هالرواية يخلص صلاته وما يجيب سجدة الشكر الرواية في مضمونها تقول إذا فرغ الإنسان من صلاته وسجد لله شكرا شي يقول ثلاث مرات بالسجود شكرا, شكرا لله شكرا لله شكرا لله قال الله لملائكته ملائكتي إن عبدي أدى ما وجب عليه من الصلاة فلما فرغ من صلاته سجد شكرا لي فماذا له يعني شنو أعطي فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك هذا يستحق الرحمة فيقول الله عز وجل ملائكتي ماذا له هذا يستحق أكثر من الرحمة فتقول الملائكة يا ربنا جنتك فيقول الله ملائكتي ماذا له فتقول الملائكة يا ربنا كفاية مهمة يعني كل أمور تسهلها فيقول الله ملائكتي ماذا له يستحق أكثر فلا يبقى شيء من الخير إلا وتقوله الملائكة فيقول الله عز وجل ملائكتي ماذا له فتقول الملائكه يا ربنا لا علم لنا بذلك كل شيء قلنا ومع هذا تريد تعطي اكثر اسمع العباره لما واحد يسمعها فعلا يهتز فيقول الله عز وجل اشكر له كما شكرني واريه رحمتي العظيمه في يوم القيامه أشكر له كما شكرني كما شكرني الله عز وجل الخالق البارئ المصور وأنا العبد الفقير الذليل الضعيف الله عز وجل يقول أشكر له كما شكرني وأريه رحمتي العظيمة في يوم القيامة هي هذه سجدة الشكر يسجد الإنسان ثلاث مرات يقول شكرا لله الافضل انه الانسان يلصق نفسه بالارض، يخلي صدره على الارض، والذراعين هم يخليهم بالارض، مستحب مو لازم في سجده الشكر مستحب للانسان انه يلصق صدره ويلصق ذراعيه بالارض. ومستحب بدال السجده يخليها سجدتين، اول شيء يسجد ثلاث مرات يقول شكرا لله، بعدين يخلي خده اليمين على التربه، بعدين يخلي خده الايسر بعدين يرجع يسجد مره ثانيه هم ثلاث مرات يقول شكرا لله, شكرا لله شكرا لله شكرا لله هناك ذكر مهم يقوله الانسان في سجده الشكر اذا واحد عنده حاجه ملحه عنده قضيه ما قاعد تنحل الروايه تقول في سجده الشكر خلي الانسان يقول ثلاث مرات يا الله يا رباه يا سيده يكررها ثلاث مرات يا الله يا رباه يا سيده يا الله يا رباه يا سيداه فإذا قالها في سجده الشكر ثلاثا جاءه النداء من الله عز وجل لبيك عبدي ما حاجتك؟ يعطيه اللي يريده. هذا من الاذكار المستحبه في هذه السجده وكان إمامنا زين العابدين ملتزما بسجده الشكر بعد الفراغ من كل صلاه. هذا